بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. في يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يونيو العام 2024 ميلادي، في يوم الخامس من حملة توزيع الخبز على النازحين والمتضررين في شمال قطاع غزة، نحن في فريق الصحفي منصور شومان مستمرين في حملة إغاثة وتقديم المساعدات إلى أهلنا وشعبنا في شمال قطاع غزة. بارك الله في كل من ساهم في التخفيف من معاناة الناس، في التخفيف من آلام الناس. أماناتكم وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا، لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا، ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا. فاستبشروا إن تنفقوا من خيركم، زادت ودامت نعمة رويت بنهر عطائكم. الخير آت لا محالة، هل يمر خلالكم؟ الخير آت مهما تقلبت الأمور وتزلزلت عاد الثبات. مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. الخير آت، من كل قلب خير تفتح حكايتنا، لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. العطاء يسد حاجتنا. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا، لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا.